الذبابة لها 3000 عين. 3000 عين؟ 3000 عين. معقول؟ نعم، فين؟ أمامنا هنا. فين حتى؟ انظر، هذه عين واحدة، ولكن إذا كبرتها بالمجهر ترى أن فيها بحدود 1000 أو 1500 عين. كل نقطة هي عين. لها كم عين كبيرة الأول عشان نقدر نشوفها؟ اثنين. يمين هم ويسار. يمين ويسار. يمين ويسار. كل عين فيهم؟ فيها بحدود 1000 1500 عدسة. عدسة احترافية بزوايا مختلفة، يعني بدقة أعلى من هذه العدسات التي نستخدمها اليوم، أعلى بكثير. على مدار 3000 عدسة هذه تعطيها رؤية تقريبا 360 درجة. انظر، لذلك معظم الوجه ماذا؟ أعين. معظم وجهها أعين. هي تجمع 3000 صورة، ثم تدخل هذه الصور إلى دماغها، تركبها عبر برنامج مونتاج أشبه بمونتاج، 3000 كاميرا، ثم تتخذ القرار ماذا تفعل. هي بتفكر؟ طبعا، وأسرع من الإنسان. نعم، أسرع من الإنسان طبعا. هي تدرك 3000 لقطة وتحلل؟ وتحلل، بالإضافة وقت قد إيه؟ خلال أقل من 1/10 في الثانية يكون لها رد فعل. هي تحلل وتتخذ قرار وتطير خلال 1/10 من الثانية. أنت لا تستطيع. شيء جبار. ده ولا غرفة عمليات، سبحان الله. يعني تلتقط صورا في كافة الجهات 3000 نعم. صورة تدخلها نعم. على المخ، تفكر، تحلل، تاخد قرار نعم. وتنفذ. وكل هذه العملية في 1/10 من الثانية. وده يفسر ليه لما نيجي نضرب بالإيد بتطير. ما تعرفش. ده عندها كمان رادار، يعني وكأنه بيلتقط. فهي ترى بالتصوير البطيء. أنت عندما ترفع يدك لتضربها هي ترى بالتصوير البطيء جدا. هي مرتاحة تتخذ قرار، وهي مرتاحة لأنك أنت تضربها خلال ثانية مثلا. تمام. هذه الثانية بالنسبة لها أشبه بساعة بالنسبة لنا. يعني يدك تتحرك. يا الله، وكأن مقياس الزمن عندها مختلف غيرنا، بطيء جدا. يعني أنت عندما تحرك يدك هكذا هي ترى هكذا سلو موشن. وتأكل وتشرب وهي تراك وتتخذ القرار قبل أن تلمسها. لذلك من الصعب سبحان الله.